Monsanto, a whip, a pillow, a leather pillow and a leather bag. يفيد قلب المنطقة. ثراء المنطقة يظهر من خلال ثرائها الديني. وشره أهل الهوى ووقوف العلماء على صورة العلم من غير عمل. نحن نقول إن يجب علينا أن نشكر الرئيس عبد المجيد التبون لأنه حاول بأفكاره السليمة أن يلم شمل المسلمين وأن يجمع بين كلمة المسلمين، فكون هذا الوفد الذي يشمل مشايخ القادرية ومشايخ التجانية، وأراد أن يكون هذا الوفد رمزا للوحدة الإسلامية.